مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور. نحييكم من قلب الشارقة وتحديدا من ساحة التراث لنقل تفاصيل وأجواء أيام الشارقة التراثية في دورتها 17 والتي تقام تحت شعار حرفة وحرف. في هذا المكان مشاهدينا الكرام تجتمع أكثر من 60 دولة مشاركة بحضارتها بحضاراتها بتراثها الغني بمختلف الفنون الخاصة بها، بالإضافة إلى يعني توافد الجمع الكبير والغفير من الزوار، سواء من مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة ومن زوارها ومن السواح في هذا المكان الجميل اللي من خلاله مشاهدينا الكرام وصلنا إلى 9 أيام الشارقة التراثية منذ انطلاقتها وحتى اليوم. لدينا وفي جعبتنا الكثير من المواد التي سنعرضها عليكم، سنعرفكم على الجديد والمميز كما هي العادة يوميا من خلال هذا النقل المباشر والحي عبر مختلف قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. ولكن في هذه اللحظات أرحب بزميلتي التي سترافقني في حلقة اليوم، هنا الظهوري. مساء الخير يا هنا. مساء الخير زميلي محمد، مساء الخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم. متواصلين في هذه التغطية الحية والمباشرة لأيام الشارقة التراثية في دورتها 17 من قلب الشارقة من ساحة التراث. مشاهدينا، هذه التظاهرة تحلق في فضاءات الموروث الشعبي وحكايات الآباء والأجداد الأوليين لترصد لنا بعين الجمال نفحات الماضي وذكريات الماضي العريق وذكريات الآباء والأجداد، لتهدف في الأخير إلى تقديم رسالة التراث بأسلوب بصري لمخاطبة هذا الجيل والأجيال المستقبلية بأصالة هذا الماضي وتعريفهم بعبقه وأغراقته كذلك. إذن مشاهدينا، سنعود لكم خلال هذه الساعة لنرصد لكم أهم الفعاليات والأركان المتواجدة هنا في الأيام أيام الشارقة التراثية. والآن عودة للزميل محمد في الاستديو. شكرا هنا، وبالتأكيد مشاهدينا سنعود مرة أخرى إلى هنا عبر فقرات هذه الحلقة المتنوعة لتطلعنا على الجديد، لتعرفنا كذلك على الأجنحة المشاركة، وستلتقي بضيوف أيام الشارقة التراثية. إلى فقرتنا الأولى مشاهدينا، وضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية نظمت 3 معارض رئيسية. احتوت هذه المعارض على أكثر من 31 عملا فنيا حول تراث الخليج. ستحدثنا عن هذه المعارض وعن هذه الأعمال الفنية ضيفتنا في الاستديو الأستاذة ذكريات معتوق، رئيس لجنة المعارض في أيام الشارقة التراثية. مساك الله بالخير أستاذة، وحياك الله معنا. يعني 3 معارض رئيسية تعرف الزائر على تراث الخليج من خلال أكثر من 31 عمل فني. حدثينا أستاذة ذكريات عن هذه المعارض وماذا احتوت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لجنة المعارض هي لجنة رئيسية في أيام الشارقة التراثية، وفي كل عام نحرص على أن نحن نستضيف معارض من داخل وخارج الدولة متماشية مع شعار الأيام. في هذا العام نحن نحتفل بالأيام تحت شعار حرفة وحرف، مواكبة طبعا لإطلاق الشارقة عاصمة الكتاب. وكان هذا لنا دور يعني مثل نقول بالتعاون مع جهات عنيت بتطبيق هذا الشعار. في هذا العام أنا أستضيف معرضين من خارج دولة الإمارات، من دولة الكويت الفنانة بدور المعيلي، ومن دولة المملكة العربية السعودية وهو فنان تخصص في الفن التشكيلي ومعني كثيرا بالتراث. في هذا العام هو جسد لوحات خاصة بتراث الإمارات من خلال لوحات تتحدث عن الحرف. نعم. أما المعرض الثالث فهو بالتنسيق مع اللجنة الفنية بالأيام، قام طبعا الأستاذ الزميل علي العبدان بلمسة وفاء للرأي الأول الذين طبعا بذلوا الكثير لإرساء الحركة الموسيقية والفنية، مطربين وملحنين من دولة الإمارات، بعضهم طبعا انتقل رحمة الله تعالى رحمة الله عليهم، ونحن نجسد هذه اللمسة وفاء منهم لما قدموا. جميل جدا.
يتساءل الجمهور عندما يرى مثل هذه المعارض، نعم، ما الهدف من إقامتها؟ طبعا لا شك أن أيام الشارقة التراثية الآن وضعت نفسها على الخارطة الثقافية وبقوة. الآن في مصداقية لما نقدمه في هذه الأيام. التراث بشكل عام يمس وجدان كل شخص، سواء من المواطنين أو المقيمين. ويمكن اللي لافت للنظر أن في تزايد للأعداد وتصل إلى مئات الآلاف في كل عام. هذه الأيام أصبحت تاريخ ينتظرها الجميع. المرافق نفسها أصبحت تروج لنفسها الآن، تماشيا نحن مع ما يحدث حول العالم، مع هذه الطفرة في التواصل الاجتماعي. في الكثير من الموجودين في الأيام يعتبر بالنسبة لك مراسل أو صحفي أو ناقل للخبر. صحيح. لذلك مثل هذه المعارض تؤدي دور مهم جدا، لأنها أولا تعرض بشكل حديث ومتوائم مع المقاييس العالمية في العرض. صحيح. وبنفس الوقت هي تحتفظ بروح التراث. أكيد. أنا أستذكر أول حلقة من أيام الشارقة التراثية في، نعم، هذه الدورة، نعم، كانت ضيفتي للأستاذة بدور المعيلي، نعم، اللي نظمت، نعم، معرض قديمك، نعم، قديمك نديمك. نعم. صحيح. ما المميز في هذا المعرض؟ حكينا عن تفاصيله. أهم ما يميز المعرض أن الأستاذة بدور هي حرفية، هي متخصصة في صنع مجسمات تراثية تصنعها بيدها بجميع التفاصيل. يمكن هي في هذا المعرض شاركت بما يعني يلقي الضوء على الحياة في الكويت، الأسواق القديمة، البيوت القديمة في، صحيح، الكويت، المدارس القديمة. ولكن هناك تشابه كبير جدا بينها وبين التراث الإماراتي. اللافت للنظر أنها تتصرف في كل التفاصيل الدقيقة بما يجذب الجمهور بشكل صراحة كبير جدا. جميل جدا. كذلك الفن السعودي والتراث السعودي، نعم، مشارك من خلال، نعم، معارضة، من خلال كذلك الثلاث معارض الرئيسية، نعم، اللي تحدثتي عنها، نعم، يعني لوحات فنية خاصة بشعار المهرجان، نعم، أو الأيام لهذه الدورة، نعم، حرفة وحرف، نعم. ماذا عن مشاركة السعودية؟ الفنان عبد العزيز المبرزي، وهو فنان، نعم، طبعا سبق استضفناه في الأيام، ولكن كان بمعرض كان يتناول المباني القديمة والقلاع والحصون في المملكة العربية السعودية مقارنة بدولة الإمارات. في هذا العام هو طبعا حرص على أن يكون النتاج كامل من تراث الإمارات، حرف إماراتية لرجالية ونسائية. حتى هو قال أنه اضطر أنه يدرس في بعض التفاصيل حتى يتمكن من رسمها. طبعا هي لوحات زيتية، 20 لوحة تجسد 20 ملمح من ملامح التراث الإماراتي. جميل. نعم. تساءلت عن معرض تراث فون، نعم، وقيل لي هو معني بالأدب الإماراتي. قبل أن أتحدث عن هذا المعرض وما، نعم، يضمه، يعني إلى ماذا يرمز هذا الاسم تراث فون؟ تراث فون هو كان أسوة بمحلات بيع الأسطوانات القديمة اللي كانت تسمى في الأسواق باسم شخص ثم فون. احنا حرصنا نحن نذكر هذا الشيء أولا لتذكير الأغلبية بهذا النوع من نقول احنا الممارسات الموسيقية في السابق. اللافت أيضا للنظر أن المعرض علمي، ولكن علمي شيق ومبسط جدا. يلقي الضوء على 9 شخصيات من الفنانين الإماراتيين، وأغلبهم طبعا من الفنانين الموسيقيين المطربين، بملمح بسيط عن حياتهم بصوت مسجل، ولكن تم انتقاءه طبعا يعني بحرفية، لأن هذه النوع من التسجيلات قديمة ولم تعد متداولة. أيضا هناك عرض بعض المقتنيات منها طبعا البشتخته وعود، وهي مقتنيات خاصه للفنانين. جميل. من هم ابرز القامات اللي تفضلتي وتحدثتي عنهم اللي عرضت اعمالهم في تراث فون؟ في عندنا الفنان جابر جاسم، في بن روغه، في بعضهم الله يرحم اللي توفى، نعم، منهم اللي توفى منهم طبعا، الله يحفظهم. هم طبعا دورهم ما كان بس مجرد انه مطرب، هم اسسوا الحركه الفنيه والموسيقيه في دوله الامارات. هذا يعني هذا الجمع من التاريخ الفني والأدبي كيف تم جمعه؟ يعني نحن نشاهد بعض اللوحات اللي انعرضت، هذه انعرضت في تراث فون؟ لا، هذه في معرض الفنان عبد العزيز المبرزي. المعرض السعودي. حرف إماراتية. حرف إماراتية. نعم. جميل. حدثيني عنه. هذه اللوحات اللي أنا ذكرتها من شوي أنه حرص أنه يدرس تراث الإمارات، وهو شبيه طبعا بالمناسبة لتراث المملكة العربية السعودية. الفنان طبعا حبا في المشاركة والتواجد، لأنه سبق شارك ولاقى نجاح كبير، لأنه كان يعرض
شيء خاص بتراثه مقارنة بتراثنا. لذلك نحن هاي الروابط بين البلدين هو حب انه هو يهدينا هذا المعرض بكل جميع تفاصيله. يا سلام، معرض جميل. هذه انتاجاته ولا هو اعطى الفرصه لنتاج الخاص؟ نتاج الخاص ومخصوص للايام، لم يتم عرض هذه اللوحات ابدا في اي مكان. ما شاء الله عليه، جميل. يعني حتى الالوان توحي في الحقيقه بالتراث. وكان ايضا الفنان متواجد في اول ايام، وكان كثير من يعني زوار المعرض يحرص انه هو يعني يشرح بعض اللوحات. صحيح. ثم يذكر الشبيه لها في المملكة. قيل لي بأن هذا المعرض كان وما زال يحظى بإقبال من رواد أيام الشارقة التراثية. نعم، السنة هذه طبعا المعارض 3 في مكان واحد. نحن عادة تكون معارضنا في أماكن متفرقة عشان جذب الجمهور، لكن هذا العام لاختلاف المعارض يعني نحن وجدنا لا بأس من يكونوا في نفس المكان. نعم. كذلك أعلم تماما بأن هناك لجنة خاصة تختار الفنانين المشاركين، تختار الأعمال المشاركة في الأيام. حدثيني عن هذه اللجنة. للأمانة احنا أصبحنا الآن نجد الكثير من العروض التي تعرض علينا طوال العام رغبة في المشاركة. الآن فنانين هم اللي يجون وهم اللي يبادرون حتى من خارج الدولة. احنا يعني استضفناهم في محافل أخرى مثل ملتقى الشارقة للراوي، مثل أيام الشارقة التراثية كضيوف، ولكن أصبح لديهم هذا الهوس أنهم يعني يكون عندهم مشاركة خاصة بهم. أولا العدد الكبير للزوار، ثانيا التغطية الإعلامية المتميزة، ثالثا علاقات مع جميع الوفود جميع الزوار. أنا أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في مشاركتكم لهذا العام وفي الدورات القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا. أشكر جزيل الشكر أستاذة ذكريات. شكرا لكم، حياكم. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى تقريرنا التالي. جميل. التقرير الأول مشاهدينا الكرام، حيث يرمز برقع المرأة الإماراتية إلى الحشمة والستر بالتأكيد. ومن قديم الزمن تمكنت ابنة الإمارات من العمل على العديد من الحرف، ومن ضمنها هذه الحرفة الخاصة بقرض البراقع. بنتابع تفاصيل أكثر عن هذه الحرفة من خلال هذا التقرير. تمكنت المرأة الإماراتية بحسن إرادتها من ممارسة الكثير من النشاطات المنزلية وصناعة العديد من المشغولات اليدوية، والتي تعرض حالياً في أيام الشارقة التراثية تناغماً مع شعار الدورة 17 حرفة وحرف. ومن هذه المشغولات قرض البراقع، وهي من الزي التقليدي للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة. أول إحنا ما نعرف نسوي، أتينا واحدة تألمنا من أهلنا، تألمنا تقني قصوا البراقع كذي، بعدين سووه صغار وقصصوا العيان كذي، يبي الخيط الأسود والإبر صغيرة، بعد يبي الصابونة وفركي، وبعدين خيطي، بعدين يبي هذا مال دوم يجيبون مال الرطب هذا الأزق يسوون به سيوف، وأحيانا مال إسكريب نحطه داخله ونحط الكابريت به، حبة الكابريت ونخيطه، نحط شبق الأحمر، شبق الأصفر، شبق أسود، ودي اللاحطة نحط دوم لزقة ما شيء، نخيط فوق خلقة نسوي ونتحي لباسه كذي، وحن اللزقة نحط لزقة أحنا. يعتبر البرقع من الحرف اليدوية التقليدية، مصنوع من قطعة قماش تعرف بالشيل، وهو نسيج متين تتوافر منه ألوان عدة، وغالباً ما يكون مستورداً من الهند، ويختلف أشكاله حسب قصته التي لها دلالة على القبيلة أو المنطقة. الأول براقة يوم صغار إحنا، يوم جدودنا صغار وعلمونها البراقة، نخيط البراقة طبجح الخضرة هذه والحمرة، نقرطها ونخيطها ونبيعها ونشبق، نشبق خيط أحمر والخيط الأبيض هذا شبوق اسمها، الحريم الكبار البدوي يلبسون هذا الأحمر، وإحنين الشباب نلبس الأخضر هذا قصحني مال البراقة. يوم جدود نعلمونا، يوم صغار لبسون، الصغير يلبس والكبير يلبس. يمثل البرقع للمرأة الإماراتية قيمة وعرفانا، بل حتى سترا وحشمة وزينة خارجية، وهو جزء من الزي الذي أضفى عليها طابعا خاصا ميزها في مراحل نضوجها، ارتدتها المرأة كزي شعبي ووقاية من الظروف المناخية القاسية.
مشاهدينا من جديد، متواصلين في هذه التغطية الحية والمباشرة لأيام الشارقة التراثية في دورتها 17، ونحن الآن نلقي الضوء على فن الدمى المتحركة وهو فن الأراجوز المشهور في جمهورية مصر العربية الشقيقة. نتعرف أكثر على هذا الفن، معنا الدكتور نبيل بهجت مدير ومؤسس فرقة ومضة لعروض الأراجوز وخيال الظل. حيا الله دكتور نبيل، خبرنا فقط بالبداية عن مشاركتكم الدائمة لأيام الشارقة التراثية في عرض هذا الفن المسرحي المشهور في جمهورية مصر العربية الشقيقة. أيام الشارقة التراثية أهم حدث عربي، من أهم الأحداث العربية، بتاخد من التراث موضوعا لها وبتلقي الضوء كمان على أهمية التراث واستخدامه في اقتصاديات الحياة اليومية. الآن كيف نستفيد من تراثنا؟ ده موضوع مهم جدا، كيف نستفيد منه جماليا. الأراجوز واحد من أهم الفنون المصرية، وإحنا السنة دي بنحتفل مع الأيام الشارقة التراثية بوضعه على قائمة اليونسكو، وعشان كده هو موجود معنا النهاردة. وادي صوته بدأ يظهر هو معنا عم صابر المصري، ده واحد من أهم لاعبي الأراجوز، تمام، 80 سنة وكفيف وما زال يستطيع أن يصنع البهجة والجمال معنا، تمام. احنا نعرف دكتور بهجت على مكونات فن الأراجوز. اللي احنا شايفينها دلوقتي دي عروسة الأراجوز، تمام، لكن أهم مكون لعرض الأراجوز العربة أو البرفان اللي احنا شايفينها ده، بيطلع من خلفها اللاعب والمساعد اللي هو بنسميه الملاغي، والمزج بين العنصرين بين العرائس والملاغي هو من يصنع العرض. بس ممكن نكتشف اسرار اكتر جوه اللعبه بان احنا نتكلم مع عم صابر والاستاذ ناصر عبد التواب، تمام. طبعا بما انك قلت انه من المؤسسين لفن الأراجوز. ده عروسة الأراجوز نفسها، تمام. ومن هنا بقى قاعد عم صابر. الصوت عندهم القصص ارتجالية بعد، صحيح؟ قصص مرتجلة. الصوت اللي انت تسمعيه حد ده سببه الأمانة، تمام، وهنوريها للجمهور. عندنا في عروض الأراجوز 14 عروسة مختلفة، تمام، وعندنا 19 قصة مختلفة متوارثة. أنا قمت بجمع هذه القصص في كتاب اسمه الأراجوز المصري، وطبع في المجلس الأعلى للثقافة في مصر، تمام. عم صابر المصري ده أحد الكنوز البشرية زي ما قلنا، بقاله 60 سنة حتى الآن يمارس هذه اللعبة، تمام. عندنا في مصر كل يوم جمعة في بيت السحيمي عرض بالمجان للجمهور تقدمه فرقة ومضة للأراجوز وخير الظل. المكونات لعروض الأراجوز البرفان هنا في المسرح، لكن في وسائط عرض أخرى زي العربية، زي الباردة، زي الخيمة، لكن اللي احنا شايفينه ده البرفان اللي هو عبارة عن 8 مستطيلات بيتركبوا فوق بعض ويتطووا بحيث نصنع منهم العربة دي، مسرح الأراجوز. كيف يكون إقبال الجمهور على مشاهدة فن الأراجوز عندكم في جمهورية مصر؟ إقبال منقطع النظير، كل يوم جمعة عندنا المسرح مليان حتى آخره، بل خارج مصر أيضا. يعني إحنا لما روحنا أمريكا عملنا 121 ليلة عرض شافها 40,000 مشاهد. كيف لقيتم أهمية أيام الشارقة التراثية في عرض هذا الفن ودور إمارة الشارقة في حفظ هذا التراث؟ يعني أنا بقولك إن إمارة الشارقة أصبحت دور عربي مهم جدا، بأنها أصبحت عاصمة الثقافة العربية، يعني بفضل سمو الشيخ سلطان اللي له أيادي بيضاء على الثقافة العربية، وكل المثقفين العرب يعني بيعشقوا هذا الرجل، ربنا يديمه ويطير في عمره ويديه الصحة والعافية يا رب. فإمارة الشارقة لها فضل كبير في مبدئيا بتكريم عم صابر في الهيئة العربية للمسرح عام 2015، وده كان اعتراف عربي بهذا الفن، وتكريمه في 2016 من سمو الشيخ سلطان القاسمي كأحد الكنوز البشرية. أظن إن في يعني ده أول اعتراف قبل ما نحطه على قوائم اليونسكو، فأنا شخصيا مدين بالشكر لإمارة الشارقة وسمو الشيخ سلطان القاسمي على كل ما قدمه لهذا الفن وللثقافة العربية بشكل عام.
دكتور نبيه، خلينا الحين نتعرف على العم صابر وهو كنز من كنوز هذا الفن. العم صابر شو اخبارك؟ اهلا اهلا يا كنز البشريه على قولتهم في فن الارجوز. تكلمنا عن فن الارجوز وشو يعني لك يا عم صابر؟ فن الارجوز انا اسمي مصطفى عثمان مصطفى، نعم، الشهير بصابر المصري. فن الارجوز ده انا غويته لاني انا من امبابه، وكان عندنا مولد بيتعمل في امبابه اسمه سيد اسماعيل امبابي. انا غويت الفن ده من بتوع الارجوز اللي كانوا في المولد، قعدت في وسطهم 10 سنين عشان اتعلم هذا الفن، لان الفن ده لقيته فن عميق وجميل. واسمها الارجوز ده مش اسمه ارجوز، ده اسمه العروسه الشعبيه المصرية الشعبية، يعني فن مصري وشعبي في نفس الوقت. فأما غويت الفن ده قعدت مع الفنانين بتوع الأرجوزات في المولد 10 سنين عشان أتعلمه. بعد ما تعلمته وبقيت كويس. كيف تطلع الأصوات هذه المميزة؟ لا أصوات ونمر، مش أصواته بس، لا أصوات ونمر، يعني احنا ممكن عندنا 14 نمره بيتعملوا مع الارجوز. لما غويت الفن ده حاولت ان انا اشتري منهم الزماره، دي هي اسمها امانه، مش اسمها زماره، اسمها امانه. اسمها امانه ليه؟ علشان الاول بتوع الارجوز ما كانوش بيحبوا يعلموا حد، فاما عرفت دي سرها ايه وبتتعمل ازاي واشتريتها وتعلمت بيها، بعد كده التجأت لشارع محمد علي، بقيت اعمل حفلات واعياد ميلاد، نوادي وفنادق. اهم شيء ان انا قعدت في شارع محمد علي ايام ما كان الترمي بيمر فيه. بعد كده لقيت الدكتور نبيل بهجت جاني في القهوة اسمها قهوة التجارة في شارع محمد علي. الوالد زين عم صابر، تسوي لنا مثلا موقف بنشوفه كذا الحين؟ نعم، موقف لأرجوز مثلا معين او مسرح معين. مسرح؟ لا تسوي لي فن الأرجوز الحين مثلا، ابي اشوفها. فن الأرجوز. فلما غويته بقيت كويس، وقعدت في محمد علي، جاني الدكتور نبيل بهجت قال لي يا صابر قلت له نعم، قال لي شغل الأرجوز ده هينقرض. قلت له لا يا دكتور، ادام في واحد شاطر وبيخاف على الألقاء اللي بيقولها، الأرجوز هيبقى طول عمره أرجوز. بعد كده التجأت لمحمود شكوكو الله يرحمه في قلب المكان في قلب القهوة، كان بيقعد مع الفرقة هناك، فقالوا له أستاذ محمود يا أبو سلطان إحنا جبنا لك بتاع أرجوز تاني. قال لهم يا مرحبا، لقيت الراجل يعني بيرحب الله يرحمه. فلما قعدت معاه قال لي انت جاي تشتغل ارجوز هنا؟ صحيح. قلت له والله انا تعبت من الموالد وعايز اعيش بقى ايه الايام اللي فاضله. اذا العم صابر تسوي لنا صوت، شي سمعنا صوته، سمعنا. ازاي بتشتغل؟ يعني ازاي بتشتغل؟ نعم. دي بقى حتتين استلس، نعم، بيتطبقوا على بعض كده وبيتعمل فيهم ايه مجرى في النص. نعم. في شريط هنا اسمه شريط ناموسيه اللي هو في النص ده، هو ده اللي بيعمل الصوت. هنا الأرجوزة وبصي بقي دي بتتحط في البق قصاد المناخير هنا اهو. أسم ورينا صوت مثلا. سمعنا صوت. طيب حاضر. الله يحفظك يا العم صابر ويقويك ان شاء الله في هذا الفن، الله يحفظك. والحين نروح مشاهدينا للفنان ناصر عبد التواب، مخرج بالمركز القومي لثقافه الطفل في مصر. حي الله الفنان ناصر، تحدثنا في البدايه عن فن الأرجوز، وشو يعني لك فن الأرجوز؟ فن الأرجوز من الفنون المهمة، الفنون التراثية التي لن تندثر إن شاء الله. يعني كمان عايز أقول لحضرتك إنه
انا في الاساس ممثل ولاعب عرايس، ولكن الاراجوز شدني جدا، فبدات فعلا ادور على الناس واشتغل معاهم وابص لهم واتعلم منهم. والحمد لله عملت فرقه اسمها فرقه الاراجوز المصري والعرايس، وكنت بحاول اعمل مزج ما بين العروسه القفاز وما بين العروسه الباتو او العروسه العصا، يعني سويت شيء جديد ومختلف، الماريونات وعروسه خيال الظل، انه نعمل مزج بين العرايس بحيث اني اكبر هذا البرافان الصغير، احاول يبقى عندي 9 متر منه او اقل، وبالتالي كمان يبقى عندي مساحات من الخيال تبقى اكبر شويه، لانه مهم جدا. انا بشتغل مع الاطفال ومهم وبعشق فكره المسرح التفاعلي، وقايم على فكره انه المسرح ان لم يقدم رساله، وخصوصا اللي هي ذات قيمه انسانيه في الاساس، يبقى بنقدم مسرح ليه او بنقدم فن ليه ان لم يطور الاطفال. اكيد. الفنان ناصر عبد التواب مخرج بالمركز القومي لثقافه الطفل في مصر، وحياك الله ويانا في اماره الشارقه، والله يقويكم ان شاء الله في عرض هذا الفن في هذه الايام ان شاء الله. وانا سعيد جدا اني موجود في الشارقه بلد الثاني، وانا حابب ناس وكمان جدا ناس كرم واهل كرم واهل جود. حياك الله في اماره الشارقه. اذا مشاهدينا وصلنا لختام تغطيتنا في فن الاراجوز، والان عوده الى الاستوديو. مجدد لكم التحية مشاهدين الكرام، هذه عودة مجددا لاستكمال هذه الحلقة الخاصة بأيام الشارقة التراثية من هنا من قلب الشارقة وتحديدا ساحة التراث. تقريرنا التالي مشاهدينا، وهو ثاني تقارير حلقة الليلة، حول في الحقيقة حلقات تحفيظ القرآن. في السابق في زمن الآباء والأجداد، كانوا الآباء والأجداد الله يرحمهم يعني ينقلوننا عن سبل التعليم. في الماضي لم يكن هناك معلمين، كان هناك محفظ للقرآن، كان هناك الكتاتيب، كانت هناك حلقات تحفيظ القرآن تمارس من خلال في الحقيقة المطوع والمطوعة اللي هم كانوا يؤدون دور المعلم والمعلمة في الوقت الحالي. تقريرنا التالي يسلط الضوء على حلقات تحفيظ القرآن، بنتابعها معا ومن ثم لنا عودة. من قلب القرية التراثية وضمن الفعاليات المختلفة التي تقدمها النسخة 17 من أيام الشارقة التراثية لعشاق وزوار الأيام التراثية، وفي أجواء ودية تحاكي الواقعية، استحضر مركز الحرف الإماراتية بالتعاون مع بيت الألعاب الشعبية والتابعين لمعهد الشارقة للتراث المطوعة، وهي المرأة التي كانت تقوم بتعليم البنات قراءة القرآن وحفظه قديماً، كنموذج يحاكي ويستحضر صورة الماضي الجميل. نحن مسوين المطوعة، هذا كنا يوم نحن صغار يقرون القرآن، ونسير الصبح إلين الظهر، ونروح نتغدى ونرد بعد مرة ثانية، بعد نفس الشيء من العصر إلين المغرب، نقرأ قرآن نتحفظ، نبتدي من الحمد ونحن سارين إلين يختمون القرآن. وكل بنت لازم، كل ولد لازم يتعلمون القرآن هاي في البداية يعني، ويوم نخلص القرآن ويختمون بعد القرآن، ولازم بعد كل خميس لازم الخميسي يعطون المطوعة، حد يعطي خميسي، حد يعطيها عيش، حد يجيب شكار، يعني على مقدورهم. لعب المطوع والمطوعة دورا كبيرا في تعليم الأطفال مبادئ القرآن وتلاوته وحفظ أجزاء منه والتفقه في الدين كضرورة أساسية في تربيتهم وتنشئتهم التنشئة السليمة. في يوم الخميس خلاص يهدونهم، يوم الجمعة عندهم إجازة العيال، ويوم يختمون بعد القرآن يقولون قبل يغيبون من صورة إلى صورة، مثلا أنا حفظت حين قلعود ورب الناس بقرأ قلعود، يقولون خلاص هذا يعني حفظة، يوم يخلصون القرآن يختمون القرآن سووا التحميدة، خذوا بعد البنت والبنات وقاموا يدورون مكان لمكان يحمدون عقب هاي الختمة.
أيام الشرقة التراثية معالم وشواهد تاريخية وتراثية شاهدة على الماضي الجميل بنسماته العطرة وذكرياته العابقة بالتراث الإماراتي بقيمه وعاداته التقليدية الأصيلة. يا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نجدد التحية ونمسي بالخير على كل من انضم لمشاهدتنا في هذا النقل المباشر والحي من قلب الشارقة وتحديدا من ساحة التراث في أيام شارقة التراثية في دورتها 17. إلى فقرتنا التالية مشاهدينا وهي تختص بالحرف التراثية، هذه المحطة الملهمة لزوار أيام الشارقة التراثية تشهد إقبال لافت في الحقيقة للتعرف على مهن الأجداد والآباء، للتعرف على الحرف التراثية القديمة التي ما زال البعض يمارس جزء منها والجزء الآخر بدأ في الاندثار، لكن هذه الأيام تحاول وتسعى جاهدة أيام شرق التراثية إلى إعادة إحيائها من جديد، إلى إعادة تفعيلها من جديد لنقلها عبر الأجيال المختلفة. ومن الجزائر مشاهدين الكرام يسرنا الترحيب بضيفتنا الكريمة الأستاذة نورية آية محند، مساء الخير وحياك الله معنا في هذا النقل المباشر والحي وفي هذه الحلقة الخاصة من أيام شرق التراثية. الله يحييك أستاذي، وإن شاء الله يستمتع المشاهد الكريم بهذه الجلسة الجميلة في عبق التراث الجميل والرائع. جميل. الحمد لله. صفي لي هذا التجمع أستاذة، وأنت متخصصة وأكاديمية، ماذا يعني لكم هذا التجمع من مختلف دول العالم لعرض تراثهم ثقافاتهم حضاراتهم من خلال أيام الشارقة التراثية؟ والله سأصفها مثل ما وصفها أستاذي الدكتور عبد العزيز المسلم. نعم. هي تلك الكبسولة التي تأخذنا من زمن إلى زمن. صحيح. وتضعنا في زمن البراءة، زمن الجمال، زمن البساطة، زمن الذي لا يريد لا بروتوكولات ولا أشياء يعني اصطناعية، بل الطبيعة وحب الطبيعة وكل ما يأتي وتأتي به الطبيعة. جميل. كانت لك مشاركة حول نعم. التراث الجزائري من خلال مجلس الخبراء أعتقد، صحيح؟ نعم. هذا المجلس تابع لمركز التراث العربي. نعم. حدثيني عن هذه المشاركة. والله مداخلتي كانت حول واقع ما لم يصنف عالميا في ذاكرتي النسيان، وأخذت الأكل الشعبي الجزائري أو نعم. الأكلات التقليدية الجزائرية، من بينها أكلة جميلة جدا ربما إن لم أكن أبالغ هي أكلة الوحيدة التي أمي تصنعها إلى اليوم، وأمي التي هي أقفال. 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 ماذا تحتوي هذه؟ وهناك الأقفال. من يسميها تيمخلط. أها. تحب هي المقاد من الرز؟ لا لا لا. بعيدة عن الرز. لا بعيدة عن الرز. إحنا الرز ليس بطبق رئيسي. سوف أقول لك يعني المكونات والمحتويات. جميل. هي مكونات بسيطة جدا. هي يفتل الطعام أو الكسكسي من الشعير. ويعطي اسمرار يعني طعام كأنه أسود يميل إلى السواد. ثم يفور في يعني القدر والكسكاس. فتحضر معه، أنت تعرف القرع، بس مو القرع، القرع خليه جانبا. تلك الأوراق الصفراء والسيقان التي عليها طبقة يعني مثل الشوك. فتزال تلك الطبقة وتوضع على شكل قطع صغيرة جدا. وتفور هي كذلك وتخلط مع هذا الكسكسي الذي هو من الشعير وصحي جدا. جميل. ثم يسقى بزيت الزيتون. جميل. فصراحة طعمه رائع. هي أكلة حاضرة أستاذة آية يوميا على المائدة الجزائرية؟ لا لا ليست أم هي يومية. تقام في الولائم والمناسبات؟ هي فقط. ليست يومية. وهي مناسباتية يعني اليوم اللي تسويها الوالدة هذاك اليوم عرس لأنها فعلا لذيذة جدا وجميلة جدا وصحية جدا.
تحتاج جهد. أكيد أكيد، لأنه مجرد أنك يعني تشيل هذه الطبقة من السيقان التي ترمى، يعني شوف إعادة تدوير ما شاء الله حتى في الأكل. فالأشياء الذي ربما هناك البعض من يرميه، فالوالدة الله يبارك في عمرها ونتمنى لها الصحة والعافية، فتحتفظ بها لأنها تعرف قيمتها الغذائية. جميل. هذا الذي يجب أن نعرفه، أن الأجداد كانوا يحبون الأشياء الطبيعية ويحافظون على صحتهم. صحيح. بدليل أنهم ما شاء الله عليهم يموتون بعد عمر طويل. صح. وليس لهم أمراض. فما شاء الله هي طاعنة في السن ولا مرض، لا تعاني من أي مرض. نعم. ذكريني باسم الأكلة مرة ثانية. أقفال. أقفال. أيوة. وفي أكلة ثانية سمعت عنها، تمخلط أو حاجة. تمخلط. نعم. تمخلط. هي نفسها. هي مثل تمخلط. لماذا؟ لأن هناك من يضيف عليها كل أنواع الخضار. اللفت، البطاطا، الجزر، البازيلا، الفول، يعني هو طبق كامل متكامل. ما سبب اختيارك لهذا النموذج تحديدا من الأكلات الجزائرية؟ عزيزي، لأنها اندثرت بكل يعني جميل صراحة. جميل. الآن أصبح يضحك عليها عندما تقوم بهذه الأكلة. ولكن أثناء الأكل الكل يتسابق. يعني صراحة الجيل الآن يعني من شدة صعوبتها تحتاج الصبر. حتى أن هذه الأكلة ليست غرضها الأكل فقط، بل تعلم الصبر. ماذا كان الآباء والأجداد يعانونه، ولكن دائما لا يشتكون، بل بالعكس كانوا صابرين، وكانوا ناس يعني يؤمنون بكل ما يمنحه الله في الطبيعة، ويستغلون كل شاردة وواردة وكل صغيرة وكبيرة. جميل. ننتقل إلى مشاركتك الخاصة بيوم أمس، كانت لك مشاركة. نعم. عبارة عن محاضرة. نعم. في المقهى الثقافي. نعم. صحيح؟ نعم. هنا في قلب الشارقة من خلال أيام الشارقة التراثية. نعم، في المقهى. حدثيني عن المحاضرة، عنوان المحاضرة، المحاور التي تناولتيها. والله هي جاني مثل الإلهام، بما أن شعار الأيام هو حرفة وحرف، وأحيي من أعطى هذا الاسم الجميل جداً. جميل. كان نحن بحاجة لهذا التناغم وهذه السيمفونية بين الحرفة والحرف. فأنا سميتها ترانيم الحرف في نسج الحرف، تراث يحاك بخيوط من ذهب. يا سلام. نعم. يا سلام. فكانت تجربتي حول هذا التراث، وما لاحظته دائما أنا أستلهم موهبتي والتراث من المدرسة الأولى، ألا وهي والدتي الله يبارك في عمرها. فهي حرفية تصنع السجاد، يعني كبرنا على هذه الحرفة، وكانت هي من تصنع السجاد وأبي من يسوق هذا السجاد. فكانت تدندن بعض الأهازيج الجميلة، ترانيم الحرف. صحيح. فهي من يفك ضيقها ووحدتها بعد سفر طويل للأب للبحث عن لقمة العيش، فكانت تستلهم تلك القوة بالصلاة على الرسول عليه أزكى الصلاة والسلام، كذلك مدح الأنبياء الأولياء الصالحين. يعني كانت تستمد قوتها من هذا الدندنات. جميل. فالحرف والحرفة. صحيح. تخيل معي عندما يتداخل الحرف والحرفة، أكيد سيعطي تحفة تراثية. صحيح. يشهد عليها التاريخ. صحيح. يعني هذا التمازج الجميل الذي تطرقت إليه يقودني إلى طرح هذا السؤال. نعم. ارتبطت الحرف التقليدية في الجزائر بالحرف. نعم. وأقصد هنا بالحرف في الحقيقة التراث اللامادي. نعم. كالترانيم التي ذكرتيها. نعم. كالأهازيج التي تحديدا تطرقت إليها، بأن الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية دائما ما بين الحين والآخر تدندن بها. نعم. حدثينا عن هذا البعد وهذا الارتباط وهذا المزيج ما بين الحرفة والحرف في التراث الجزائري. نعم، هذا المزيج بين التراث أو الحرفة والحرف لا يخفاك سيدي الكريم أن له بعد تاريخي. بعد تاريخي أكيد. أول البعد أو أول الأبعاد أو أول النقاط التي لا يجب أن ننوه إليها، عدم وجود الراديو، عدم وجود التلفزيون. كانت يعني البيوت بسيطة جدا، يعني من يكسب الراديو؟ هذا إنسان غني جدا.
فكانت النساء تلتقينا يعني في مجلس من في صناعة الحرف، وفي نفس الوقت يسلين أنفسهن بهذه الترانيم، بهذه الأهازيج، بهذه الأبيات الشعرية، بالحكم، بالأمثال، وحتى ببعض الدروس في الحياة. فلا يخفاك سيدي أن هناك لعبة جميلة جدا تسمى بالبقالة. هذه اللعبة ترتبط بالحرفة، فكانت النساء يلتقين، لأن النسيج ليس حكر على امرأة واحدة، بل هو مجموعة من النساء، هو نسيج لنون النسوة. فهذا النسيج يعني هناك من تقوم بغسل الصوف، فهي عملية التويزة، تكافل اجتماعي، اتحاد النساء حتى ينجزنا وينتجنا منتوج رائع بطله نساء جميلات يحكن هذا السجاد بأهات وأنات، يعني تعكس ما يعيشونه في الواقع، وفي نفس الوقت نسيان ما هو ما يحيط بهن عن طريق تلك التحفة الجميلة. فهذه البقالة سيدي الكريم كانت امرأة مسنة طاعنة في السن تضع جرة من الفخار، لهذا سميت بقالة لأنها مصنوعة من الفخار، يجب أن تكون من الفخار ومن صناعة أنامل محلية، يعني صحيح. تلك النساء، فكانت كل النسوة عندهن صناعة وحرفة في اليد. هذه العادة ما زالت حاضرة في الجزائر؟ للأسف، للأسف إن بدأت تندثر. هناك بعض العوائل ما شاء الله عليهم لحد الآن يحترفون هذه الحرف، مثل السجاد، الفخار، النحاس، وكذلك صناعة الخوص، ما شاء الله مبدعات، ويأكلنا وهو لقمة عيش لهذه صحيح. العائلات. طيب الأمهات في السابق عندما يحضرن هذه المجالس هل كانوا يشركن بناتهن كذلك؟ طبعاً طبعاً لا يوجد مجلس إلا وتجلس البنت الصغيرة وتبدأ يعني تعطيها الأم مثلاً تبشم الصوف، يعني تقوم بتنظيف الصوف، يعني إزالة تلك الشوائب وتلك الأعمدة وتلك الأشواك. هذه كأول تجربة يعني مدامها صغيرة، ثم بمجرد البلوغ خلاص انتقلي من وراء المنسج، أصبحت الآن مسؤولة وستتزوجين، لأن الفتيات في القديم مثل الإمارات يتزوجن في سن مبكرة. فكانت يعني خلاص أنت مسؤولة ويجب أن تحملي مسؤولية البيت وتساعدي في مصاريف البيت. صحيح. هل صحيح بأن النساء كذلك في الجزائر عندما يعني كانوا يمارسن هذه الحرف ويمتهن هذه الحرف كانوا كذلك يعني يلعبون لعبة البقالة؟ نعم، البقالة نعم. صحيح؟ هذه هي البقالة. ما هي هذه اللعبة؟ هذه البقالة مثل ما قلت لك تأتي امرأة طاعنة في السن معروفة بالحكمة، معروفة بالرتابة، هي لعبة نسائية خالصة. هي طبعاً حكر على النساء. فيأتينا تلك النساء وكل واحدة تضع في هذه البقالة، هي كما قلت لك عبارة عن جرة من الفخار تصنعها تلك النساء من صنع محلي، صنع نساء الجزائر. فكل واحدة تأخذ حليها مثل الخاتم، قرط من الذهب أو الفضة، هذاك الوقت يعني الذهب ليس متاح للجميع، فأي شيء يعني غالي عندها تضعه في وسط تلك الجرة. فتلك المرأة تقوم بخلط تلك الحلي للنساء وتقوم بسحب واحدة من الحلي. نعم. وتسمعها الفال. والفال ماذا يقول؟ ولكن قبل أن تسمعهن الفال تقولهم عقدوا ونويوا، يعني يجب أن كل واحدة تضع عقدة، يعني عقدة وتسمع لفالها. فالكل يبقى كله أذان صاغية حتى تسمع فالها. جميل. إيه لعبة جميلة جدا. طيب يعني كذلك نعود إلى الأهازيج. في الحقيقة غالبا ما تكون الأهازيج ترمز إلى ملحمة وطنية طبعاً، قصة شعبية طبعاً. يعني حدثيني عن هذا الجانب الحاضر في التراث الجزائري.
شوف عزيزي أقول لك شيئا، مثلا احنا تعرضنا إلى الثورة أو الاستعمار الفرنسي لمدة 150 سنة. نعم. فكان الرجل عندما يذهب إلى ساحة الفداء يعني يمكن أن يعود أو لا يعود، فكانت العجوز أو الحمات هي من يتحمل أو هي من يحمل زمام الأمور من مسؤولية، فهي كانت من يزوج ومن يطلق، لأن الرجل خلاص ذهب يمكن أن يعود أو يمكن أن لا يعود، فكانت هناك أهزيج يعني ألم تلك المرأة، فهي على في نفس الوقت تمارس حرفتها وفي نفس الوقت تدندن وتعطي بعض الأهزيج عن رسالتها لذلك الزوج. صحيح. ترى هل سيعود أو لا يعود، وإذا عاد فأنا في انتظارك، أصونك، أحفظك، يعني تبلغ له تلك الرسالة عن طريق رموز توضع على ذلك السجاد أو على تلك الفخارية أو على ذلك التحفة التي تصنعها. صحيح. والتي تبدع فيها، وفي نفس الوقت تصبر نفسها بتلك الأهزوجة وبتلك الأغنية الحنونة ولا تصدر صوت، يعني عندنا أعراف، عندنا طقوس، عندنا عادات، فهي تدندن بينها وبين نفسها، وطريقة للتعبير، طريقة لتوصيل رسالة ربما يسمعها الزوج عن طريق الأرواح التي هي جنود مجندة. رسائل غير مباشرة بالتأكيد. أيوة. كل الشكر لك يا أستاذة نورية آية محند من الجزائر. وأستاذة نورية هي محاضرة كذلك في معهد الشارقة. نعم. للتراث، نتمنى لك التوفيق في مشاركتك في أيام شارقة التراثية. شكرا لتلفزيون الشارقة، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، والله يبلغنا رمضان العفو. وإن شاء الله. آمين. المزيد من التألق. آمين. فكلنا انتظار وتأهب لأيام الشارقة وماذا سيكون من مفاجآت بإذن الله إن شاء الله. شكرا, شكرا لك. إذن مشاهدين الكرام، نعود وإياكم مجددا لننتقل إلى زميلتي هنا الظهوري المتواجدة في أروقة أيام الشارقة التراثية لنتعرف منها على الجديد. لحظة شوية أستاذة، لحظة شوية. متواصلين مشاهدينا في هذه التغطية الحية والمباشرة في أيام الشارقة التراثية في دورتها 17، ونحن الآن متواجدين في ركن مكتبة الموروث لنلقي الضوء على هذه المكتبة. معنا الأستاذة مهرة الغفلي، نائب رئيس مكتبة الموروث. حياك الله أستاذة مهرة، تحدثينا في البداية عن مشاركتكم في أيام الشارقة التراثية وما تقدمه مكتبة الموروث لجمهور وزوار الأيام. تعتبر مكتبة الشارقة التراثية مختصة بتراث دولة الإمارات ودول مجلس التعاون. احنا في أيام الشارقة التراثية نعرض جميع إصدارات معهد الشارقة للتراث إلى ما يقارب 200 إصدار لحد الحين. جميل جدا. أهمية مشاركة مكتبة الموروث في أيام الشارقة التراثية؟ نشر الكتب المختصة بالتراث سواء للباحثين أو ودول مجلس التعاون. الهدف من كذلك أو هدف مكتبة الموروث في مشاركته في أيام الشارقة التراثية هي عرض الكتب الموجودة طبعاً، تحدثين عن ذلك الموضوع. نعرض الكتب المختصة بالتراث، وإحنا عندنا باقة مختارة خلال أيام الشارقة التراثية إلى ما يقارب 30 إصدار خاص في الأيام. نعم. قدمت جديد طبعاً لهذه الدورة في أيام الشارقة التراثية، تحدثين عن ذلك الكتابين اللي هم ترجموا تقريباً للغة الصينية. للغة الصينية، نعم، عندنا كتاب مؤرخ العصر للدكتور مني بنعامة، والثقافة الشفهية للدكتور عبد العزيز المسلم. جميل جدا. كيف لقيتم إقبال الجمهور نفسه على مكتبة الموروث من قبل زوار أيام الشارقة التراثية؟ الحمد لله الإقبال كبير، سنة عن سنة الحمد لله في تزايد مستمر، والجمهور عندنا من باحثين ومن سواء كانوا داخل الدولة وخارجها، وعندنا بعد الإقبال من قبل الأطفال الصغار، وعندنا حكايات تجذب الأطفال. يعني عندكم ما شاء الله الكتب متنوعة من جميع الجهات تقريبا، في التراث، في مثلا في صناعة الإنسان الأولي، مثل كذلك كتب عن زايد العطاء، تحدثين عن ذلك. احنا بعد عندنا من ضمن اصدارات معهد الشارقة عندنا قسم خاص بسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله، وعندنا قسم مختص بما كتب عن الشيخ زايد طيب الله ثراه. كيف ترين أهمية أيام الشارقة التراثية في دعم الكتاب التراثي كونكم أنتم في مكتبة الموروث؟ الحمد لله الدعم كبير، ومن يعني احنا نشوف الإقبال متزايد أصلا، حبهم في التراث يعني.
تعتبرين أيام الشارقة التراثية هي فرصة للجمهور أنهم يعني يستخرجون مكان من التراث العريق والكتب الموجودة فيه، وخاصة أن المكتبات أو الأماكن الثقافية تعتبر فرصة لها للمشاركة هنا في أيام الشارقة التراثية؟ أكيد هالشيء يعني. كيف لقيتم حتى إقبال؟ مثل ما قلت أنت أن في باحثين كذلك أو كتاب قدموا للمكتبة، تحثين عن ذلك؟ هي الحمد لله في يعني وايد ناس يعني من باحثين عن التراث وغيرهم، وحتى من دول يعني ما توقعنا أصلاً يجون يعني. كلمة تقدميها للجمهور للمشاركة أو للحضور لمكتبة الموروث؟ حياكم الله في مكتبة الموروث، ترحب بزوارها في من 2 أبريل إلى 20 أبريل لنهاية أيام الشارقة التراثية. تحدثين أستاذة عن أهم الإصدارات المتواجدة هنا عندكم في مكتبة الموروث. إحنا عندنا الحين خلال أيام الشارقة التراثية مثل ما قلت عندنا 20 إصدار، ومن ضمنها المرضوف والعمارة الدفاعية بقياس المرينة، وعندنا كتاب مؤرخ العصر ترجمة باللغة الصينية، والثقافة الشفهية أيضا إن شاء الله الحين في الانتظار أنه يصدر. هل هناك مثلا كتب ترجمت للغات اخرى مثلا من قبلكم، او مثلا خصصتوا ركن للمتحدثين باللغه الانجليزيه مثلا للولوج لمكتبه الموروث؟ نعم عندنا اصدار جديد من ضمنه كتاب الكساندر خلال هذه الايام. أستاذة مهرة الغفولي نائب رئيس مكتبة الموروث، كل الشكر لك وكل التوفيق لكم في أيام الشارقة التراثية، وطبعا قواكم الله في مكتبة الموروث. إذن مشاهدينا وصلنا لختام نقلتنا في مكتبة الموروث، والآن عودة للزميل محمد في الاستديو. شكرا لك زميلتي هنا على تغطيتك المميزة لأجواء فعاليات أيام الشارقة التراثية في تاسع أيامها. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة الليلة من أيام الشارقة التراثية، ونترككم مع هذا العرض الفلكلوري من المكسيك. دمتم في حفظ المولى، وإلى اللقاء.